هنشوف الأول فيديو صغير كده على الصرفية، فقلت أشاركه معاكم، وبعد كده نشوف تعليقات دكتور خالد منتصر وكريم جايين وهدى جنات، وأيضا نشوف في الآخر الفيديو معجزة رهيبة للملاك ميخائيل. نبدأ بالفيديو. الفيديو نشره أحمد عرفات، كتب عليه شاب أيزيدي بيستقبل أخته بعد 9 سنوات كانت مخطوفة فيهم من داعش وتعرضت فيهم لكل الشر والأذى اللي بتتخيلوه. الفيديو اللي احنا شايفينه ده، وفي نفس الوقت بنسمع أخ بيضرب وبيعنف أخته عشان لابسه كذا أو رجعت البيت متأخر، أو بيرمي عليها اللوم لو تم التحرش فيها. فيديو جميل جدا، انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. من ناحية اخرى، المستشار عبد المجيد جابر كتب: من يعتقد ان السفر عبر الزمن مستحيل فليذهب الى افغانستان وسيعود 1400 سنة للوراء. ايضا كتب من الارشيف: ده الفرق بين مخاطبة الجزيرة للناطقين بالعربية والإنجليزية، ونقيس ده بقى على كل حاجة. نشوف بقى ايه اللي أرفقه بكلامه. ده الجزيرة كتبت ايه عن وفاة نوال السعداوي؟ كتبت: هاجمت الأديان وطالبت بتقنين الدعارة وشككت في القرآن. الموت يغيب الروائية المثيرة للجدل نوال السعداوي بعد 90 عاما من الأفكار المناقضة لثقافة المجتمع. طبعا ده للناطقين باللغة العربية. نشوف بقى نفس الجزيرة كتبت ايه للناطقين باللغة الإنجليزية. كتبت: نوال السعداوي كاتبة مصرية وهي أيقونة حقوق المرأة. تخيلوا، يعني شوفوا الفرق في الأسلوب. كريم جايين كتب: خدها قاعدة وانت مغمض، عند تنامي التيار الديني في أي مجتمع وبزوغ لرجال الدين اعرف ان هناك فشل اقتصادي او اجتماعي او سياسي او عسكري او كل ما سبق، او كارثة على الأبواب. رنيم ديت باحثة وكاتبة فلسطينية كتبت: إسرائيل أعطتنا هدنة عشان نطعم، يجي لي واحد من حماس هلأ يهلل ويقول السنوار نجح في المفاوضات، ارحمونا بقى ارحمونا. دكتور خالد منتصر كان كتب: فرحتنا لم تعد لإنجازاتنا بل صارت فرحة بمصائب الآخرين، تسونامي أسيوي نرقص، أعصار أمريكي نزغرط، انهيار برجين نبتهج، سقوط مركبة فضاء نشعر بالراحة، احتراق كاتدرائية نزهو بالانتصار. هل هو إحساس دونية أم جرح تخلف أم مرض نفسي أم غياب ضمير أم جين شماتة؟ تفتكروا إيه؟ شاركونا في التعليقات. كريم جايين كتب البوست دهوت وأرفقه بالخبر ده: سرايا القدس تعلن تغيير استراتيجيتها بالضفة الغربية وتنفيذ عمليات كبرى. فهو كتب تعليقا على الخبر ده: بعد تسليم غزة ورفح لإسرائيل نقول بقى كده مبروك على إسرائيل الضفة الغربية كمان، وبكده حرفيا وجغرافيا وقانونيا انتهى شيء اسمه فلسطين للأبد. في خبر مؤسف عن اليابان عاجل: اليابان الآن خارج عن السيطرة وانقطاع الكهرباء عنهم نهائيا بسبب الإعصار القوي الذي يضرب وبكل قوة اليابان. دكتور خالد منتصر نشر البوست دهوت والتعليقات اللي جات له على البوست اللي كان كتبه. كتب فيه: مش كل الناس بتعرف تتعامل ببرود مع وقاحات الفيسبوك زي حالاتي، فكان واحد
كتب لي تعليق قال له: أنا كنت من أشد الكارهين لحضرتك يا دكتور، وكنت من القطيع الإخواني، ومع ذلك جه الوقت اللي قدرت أفكر وأتحرر من عقلية الصحراء القبيحة. وعلى فكرة أنا ريفي من قرية في بني سويف، ومعظم أصحابي وقرايبي إخوان وبيكرهوك، ومع ذلك بشير بوستات حضرتك وبشير كلام القديسة نوال السعداوي وغيركم كثير من ملائكة التنوير. صحيح عمال أخسر كتير، بس كسبت نفسي وكسبت النور اللي كنت محروم منه طول عمري. فالدكتور خالد منتصر علق بقى على الكلام اللي وصل له دهوت، وكتب: من أجل هذا الشخص وغيره ممن يغيرون أفكارهم نتحمل كل السفلات والوقحات والهجوم وتلويث السمعة والاغتيال المعنوي حتى ولو كانوا قلة، لكن الواحد منهم بألف ممن ارتضوا بدفء القطيع. احترم صاحب هذا القرار الصعب، هناك من هم مثله على شاطئ الحيرة لكنهم يخافون السباحة في نهر الأسئلة أو ركوب قارب التفكير المستقل الحر. أفرح كلما أرسل لي أحد الناجين من كهف الخرافة تحية لكل من تعافى من مخدر الأكاذيب المريحة، رسالة تقول لكل تنوير يائس من التغيير: ارمي البذرة ولا تنتظر الحصاد، يكفيك أن تقلب تربة الخير والنماء والعقل والجمال ليحصد أحفادك ثمار النور والحضارة والحب. كريم جاهين كتب: الخطاب الناصري العروبي الإسلامي هو السبب الرئيسي في نكسة الشخصية المصرية. المصريين مستغربين من تحالف المغرب أو السودان أو غيرهم مع أثيوبيا ضد مصالح مصر. هو نفس خطاب هزائم مصر كلها ابتداء من 1948 مرورا بتحرير الجزائر وحرب اليمن ونكسة 1967 واستنزاف القضية الفلسطينية لمصر. هو نفس الخطاب الذي منع مصر من الدفاع عن مصالحها وضرب الحوثي. هو نفس الخطاب الذي منع مصر من ضرب حماس على مدى 20 عاما. هو نفس الخطاب الذي تسبب في الخسارة السياسية بعد حرب غزة وعدم مشاركتنا إسرائيل في القضاء على الإرهاب في المنطقة، والذي كان سيكون بمثابة انطلاقة سياسية ودولية جديدة لمصر. هو نفس الخطاب الذي يكرسه رجال الدين وخاصة الأزهر في عقول ونفوس الشعب المصري ليظل في غفوته حتى وهو في طريقه للانتحار الجماعي حضاريا وسياسيا واجتماعيا وبالتأكيد اقتصاديا. ونشر صورة جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر. من ناحية تانية المستشار عبد المجيد جابر كتب: أحسن فئة بحبها من السياح لمصر مش اللي بيروح شرم أو الغردقة، ولكن اللي بيزور الآثار، لأنهم مش جايين يومين يفضوا دماغهم وخلاص، لأ دول مثقفين ومؤثرين في بلدانهم، وأي واحد مهتم بالعلم والثقافة ده يقدر يسوق لمصر لما يرجع لبلده. عشان كده لازم تبقى زيارة الآثار مجانية زي كل دول العالم، لأن دي أحسن دعاية لمصر. والدولة تعمل شركة كبرى لبيع منتجات خان الخليلي للسياح، يبقى استفدنا من السياح بشكل غير رسمي بدل البلطجية اللي بيمسكوا في السياح وبيكرهوهم في بلدنا. من ناحية تانية كريم جاهين كتب: أنا أعيش في بلد، هو عايش في النمسا على فكرة، بيقول: إذا دخلت للطبيب لإجراء فحص طبي ما وسيتم تخديرك وكانت معك زوجتك أو حتى ابنتك، سيسألك الطبيب: هل يسمح لي بإخبار زوجتك عن نتيجة الفحص إذا سألتني؟ ثم يطلب منك أن توقع على ذلك، بل والأبعد سيسألك هل يسمح له بإرسال نتيجة الفحص لطبيب الأسرة الخاص بك حتى قبل موتك. يمكن لك أن تحدد من له الحق في معرفة أسباب الوفاة ومن له الحق في رؤيتك بعد موتك.
استغرب جدا من الاطباء العرب والمصريين على السوشيال ميديا الذين يتاجرون بالام مرضاهم وفتحهم وتصويرهم لتحقيق شهرة او جمع لايكات. المستشار عبد المجيد جابر كان ليه برضو تعليقات رهيبة، منها تجده يستخدم هاتف من صنع الغرب وسيارة من صنع الغرب وطائرة من صنع الغرب يذهب فيها الى الحج، ثم عندما يصل الى الكعبة يدعو على صانعيها بالهلاك. صانعي الهاتف يعني والسيارة والطائرة. ايضا نشر البوست دهوت الست الحاجة ريهام سعيد كل همها ان تحصل على نسبة مشاهدة واعلانات، فتستضيف بنت ظهرت في The Voice اسمها جويرية وتحجبت وبتسألها بصراحة اسئلة مصيرية حلت مشاكلنا جميعا. انت تحجبتي امتى وشعرتي بايه بعد الحجاب؟ مش ممكن اللينك في التعليق، وكأن نصف متر قماش غير حياتها ودليل هداية، والتعليقات عجيبة والله يثبتك ويحفظك. تخيلوا هذا إعلام مصر في زمن الذكاء الاصطناعي، تخيلوا الإمارات مستحيل يتم مناقشة هذه الموضوعات، لقد تخطوا هذا الكلام وتفرغوا لجعل بلادهم في صدارة العالم العربي. يا ناس صدق من قال دعني أرى تدينك في سلوكك، اليابان متدينة، فنلندا متدينة، ليس بلبس نص متر قماش ولكن بلاد لديها أخلاق لا تكذب لا تغش لا تظلم، شوارعهم نظيفة. كفى مصر لا تستحق كل هذا. هاني بخيد نشر صورة بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وكتب بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت هو من يدفع تكاليف لقاح شلل الأطفال لجميع أطفال العالم بالكامل بالكامل، تخيلوا بالكامل، ومن ضمنهم ابنك، مما أدى إلى انخفاض الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99%. إن لم تكن الجنة لمثل هؤلاء فلمن ستكون؟ كريم جاهين كتب انتهت حماس وانتهى مع آخر أمل للإسلام السياسي في المنطقة، انتهت حماس وانتهت مع الإخوان المسلمين للأبد، انتهت حماس كما انتهت داعش وانتهت أنصار بيت المقدس في سيناء، لكن هناك شيء كبير يتم ترتيبه في مصر لخلافة جميع ما سبق في المنطقة، وبدعم مؤسسي وسياسي واجتماعي خطير جدا. إن شاء الله يفشل مسعاهم. يا ترى حد فهم؟ هدى جنات كتبت القناة 13 وافقت إسرائيل مبدئيا على طلب بلينكن تطبيق وقف إطلاق النار في مناطق معينة بغزة، ليس في إطار المفاوضات بل بغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال. القرار اتخذه نتنياهو والمنظومة الأمنية، ورد مكتب نتنياهو هذه ليست هدنة بل تخصيص أماكن معينة في القطاع للتطعيم، وقد حظى الموضوع بتأييد الوزراء. من ناحية تانية كتبت هدى جنات الفيضانات في اليمن تجتاح شمال الحديدة وتقترب من ميناء الحديدة ومطاحن البحر الأحمر. أيضا نشرت البوست بتاع ريموند حكيم وهي بتكلم السنوار وبتقول له طالما تريد العودة لستة أكتوبر ليش عملت 7 أكتوبر؟ وهدى جنات علقت هل من مجيب على هذا السؤال؟ أفخاي أدرعي كتب فرحان القاضي اختطف في صباح 7 أكتوبر من منطقة غلاف غزة على يد دواعش حماس. فرحان مواطن مسلم اختطفته دواعش حماس لأنه إسرائيلي. هؤلاء الدواعش لم يفرقوا بين اليهود والمسلمين، قتلوا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا الإسرائيليين. لقد تم تحرير فرحان وهو على قيد الحياة من نفق مظلم في جنوب القطاع من خلال حملة معقدة وبطولية. في هذه اللحظات يتواجد فرحان في أحضان عائلته في وطنه إسرائيل.
صباح الصبح كتب: عندما تحمل الجواز الإسرائيلي وتتعرض للخطر سينقذوك بفصيل كوماندوز ويجلبوك بطائرة عسكرية. أخبرنا بقى عن بلدك، هل يعامل مواطنيه بنفس الطريقة؟ ونشر الصور اللي فيها الجيش الإسرائيلي بينقذ فرحان وبينقله بطائرة عسكرية. هدى جنات نشرت صورة أخ فرحان وكتبت: أخ المختطف يعبر عن فرحته بتحرير أخاه فرحان قاضي. نشرت أيضا الصورة ديت ومكتوب عليها: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصل بالمختطف المحرر العربي المسلم قاضي فرحان الذي كان مختطف عند دواعش حماس في غزة وتم تحريره بعملية خاصة. أيضا نشرت صورته في المستشفى وكتبت: عينك على الغرفة الطبية الخاصة التي خصصت للمختطف المحرر. هيفي كتبت: الدولة اليهودية إسرائيل تحرر مواطنها العربي المسلم فرحان قاضي من أسره على يد تنظيم حماس الإسلامي، فكروا فيها عشان تفهموا الوضع أكثر. أيضا هدى جنات كتبت: في عملية خاصة ومعقدة الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحرير مختطف ثاني حي في غزة وهو مواطن إسرائيلي بدوي مسلم. فرقة كوماندوس كاملة غامرت بحياتها من أجل تحرير مواطن واحد مسلم مختطف في غزة. فهمتم الآن لماذا أقول لكم أن أغلى شيء في دولة إسرائيل هو الإنسان أيا كان دينه أو عرقه. ودي صورة للمختطف في المستشفى بيتعالج وبيلتقي بأسرته. أيضا كتبت: شياطين الإخوان المسلمين بعد أن فشلوا في مصر والأردن والشرق الأوسط عموما، حيث لم تعد شعوب الشرق الأوسط تنطلي عليها شعاراتهم ومتاجرتهم بالدين ودغدغت مشاعر الناس، انتقلوا إلى ساحة المغرب. المضحك أن أكثر مدينة في المغرب تخرج فيها مظاهرات من أجل غزة هي طنجة. هذه المدينة لم يخرج سكانها ولو مرة واحدة من أجل مدينة سبتة ومليلية المحتلة من قبل أسبانيا والتي تبعد عن طنجة 30 كيلومتر فقط. نيجي بقى للمعجزة الرهيبة للملاك ميخائيل. جروب اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. نشر المعجزة ديت، كتب: حدث بالفعل، تراب الكنيسة ينقذ طفل من الموت. في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في كفر النحال بالزقاصيق، تقع قريبة جدا من المدافن، وهي في منطقة فقيرة ومعظم المساكن المجاورة للكنيسة يسكنها غير مسيحيين. في سنة 1946 كان يخدم الكنيسة راهب بسيط كان متوكلا على الله، وكان بحسب إمكانات جيله يخدم الله، يزور بعض العائلات ويصلي قداس الأحد كل أسبوع. كانت الكنيسة وقتها مبنى صغير محاط بسور مبنى، والباب الخارجي للسور مصنوع من أسياخ حديدية ويقفل بقفل من الخارج. كان هذا الأب يزور أسرة في غروب أحد أيام الأسبوع، وكانت من العائلات المتدينة. رب الأسرة رجل ميسور وزوجته امرأة تقية، ولم يكن لهما أولاد لمدة طويلة، وقد رزقهما الله بعد السنين الطويلة طفلا. كان بالنسبة لهما كأنه نور الحياة، وكان شاكرين الله على صنيعه. جلس الأب الراهب مع الرجل وزوجته وطفلهما يتكلمون في أعمال الله وعجائب قدسيه، وكان على منضدة بحجرة الجلوس طبق صغير فيه قليل من حبات الترمس، وكان الطفل الصغير ابن سنة يحبو حول المنضدة ويمسك بها عشان تساعده على الوقوف. وفي غفلة من الكبار مد يده إلى الطبق وأخذ حبة ترمس ووضعها في فمه، حاول أن يمضغها تفتتت في فمه، حاول أن يبتلعها دخلت في القصبة الهوائية وبلا مقدمات، وجدوه ملقى على الأرض يسعل سعالا صعبا متلاحقا يكاد أن يختنق. صرخ الأب والأم منزعجين، ووقف الراهب متحيرا ماذا يفعل. خطر بباله أن يجري إلى الكنيسة يحضر زيت قنديل أو ماء
لقان لعله يسعف الطفل المسكين. فعلا جري للكنيسة ولكنها مقفولة بالقفل الحديدي، ليس أحد بالداخل. وقربني الكنيسة يبدو أنه أغلقها وذهب. احتار الأب، حاول أن ينادي ولكن لا من مجيب، إنه يريد أن يأخذ أي شيء من الكنيسة. والوقت يمر والولد في خطر، فلما لم يجد شيئا مد يده من بين أسياخ الحديد وأخذ بيده حفنة من التراب، تراب كنيسة الملك ميخائيل، وعاد مسرعا يجري. وصل إلى البيت وإذا زحام، لقد تجمع الجيران على صراخ الأب والأم. الطفل ما زال حيا لكنه لا يقدر على التنفس وقد بدأ لونه أزرق. دخل الأب الراهب بسرعة يكاد يلهث، دخل إلى حيث الطفل وهو يقبض بيده على التراب، كشف ملابس الطفل وعرى صدره ووضع تراب الكنيسة كعلامة صليب على صدر الطفل، وصرخ إلى الله متشفعا برئيس الملائكة ميخائيل. فعطس الطفل عطسات متكررة، خرجت معها فتات حبة الترمس، وللحال بدأ يتنفس طبيعيا. ذهل كل الواقفين إذ رأوا عمل الله، وكانوا يتحدثون بهذه الإعجوبة ويقولون حتى تراب الكنيسة مبروك يعمل به الرب آيات. سلام لك يا ملاك ميخائيل، وليتمجد اسم الرب. إذا عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.